نادي شباب قسنطينة هو أول نادي في الرابطة المحترفة الأولى تمت رقمنته من طرف مؤسسة ميديا سمارت. سينتقل هذا النادي من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني عن طريق إنشاء متجر إلكتروني يخص بيع جميع اللوازم الخاصة، ويتميز هذا الموقع بخاصية الدفع الإلكتروني، وإضافة إلى إنشاء نظام خاص بالتذكرة الإلكترونية لاحقاً.